استعلامات. من قاعدة البيانات المفتوحة نريد أن نطبق المثال الثاني من جدول الإدارة. استعلم عن المديرين الذين رواتبهم الشهرية من 450 إلى 500 مظهرا حقول الاسم الأول واسم العائلة ورقم التأمين والراتب الشهري. أولا نأتي إلى تبويب إنشاء، ثم إلى أيقونة تصميم الاستعلام، فيظهر مربع حوار إظهار جدول. نقوم بإضافة جدول إدارة إلى شبكة تصميم الاستعلام، ثم نقوم بإغلاق مربع حوار إظهار جدول. نظهر حقل الاسم الأول بالنقر المزدوج، فيظهر حقل الاسم الأول في شبكة تصميم الاستعلام، ثم حقل الاسم العائلة، ثم حقل الراتب الشهري. إذن حقل الاسم الأول، حقل الاسم العائلة، وحقل الراتب الشهري. أيضا المطلوب في السؤال ورقم التأمين قبل الراتب الشهري. ماذا نفعل؟ نقف في حقل الراتب الشهري، ثم نقوم نقر على زر إدراج أعمدة فيدرج حقل فارغ. نقوم بإضافة حقل رقم التأمين. بذلك نكون قد أتممنا الخطوة الثانية، وهي إضافة الحقول إلى شبكة تصميم الاستعلام. الآن إضافة المعايير. المعيار المطلوب إضافته هو أن تكون الرواتب الشهرية للمديرين من 450 إلى 500. ماذا نفعل؟ نأتي إلى حقل الراتب الشهري، ونكتب ضمن حقل الراتب الشهري between between 450 and 500. إذا بين 450 و500. ثم نقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ ظهرت نتائج الاستعلام عبارة عن 4 سجلات بين 500 و450. طبعا من نتائج الاستعلام نستطيع أن نتحقق من صحة إدخالنا للاستعلامات، من صحة إدخالنا للمعايير في شبكة الاستعلام. لو أردنا إضافة أو تعديل المعيار الذي وضعناه للراتب الشهري، نقوم بعرض الاستعلام بطريقة عرض التصميم between 450 مثلا إلى between 300 and 500 تشغيل، فنلاحظ بأن السجلات أصبح عددها سبع سجلات. إذن بهذه الطريقة نقوم بتعديل معايير الاستعلام. من الملاحظة يعني لابد أن يكون هناك مسافة بين كلمة between والعدد، ومسافة بين العدد وand. إذن لابد من ترك مسافات. لو أردنا إضافة معيار آخر لهذا الاستعلام، ولكن إلى حقل آخر، وهو أو إضافة نريد إضافة حقل آخر إلى هذا الاستعلام، ماذا نفعل؟ نأتي إلى عرض التصميم، ظهر الجدول، فنريد أن نضيف حقل عدد الأسهم بحيث يكون هذا الحقل في نهاية الاستعلام. ننقر على عدد الأسهم، فبذلك أضفنا عدد الأسهم
إلى شبكة تصميم الاستعلام. لو أردنا إضافة معيار لعدد الأسهم، لو أضفنا، إذا لو قمنا بتعديل السؤال، إذا السؤال فقط هناك معيار واحد لحقل الرواتب الشهرية من 450 إلى 500. لو أردنا إضافة معيار آخر إلى هذا السؤال، إذا أضفنا معيار آخر وهو وعدد الأسهم أصغر من 190 وأكبر من 200. نلاحظ حرف العطف و، نلاحظ حرف العطف و، عدد الأسهم أصغر من 190 وأكبر من 200. كيف نقوم بإضافة هذا المعيار؟ إذا نأتي إلى حقل عدد الأسهم، بما أن حرف العطف و، إذا نضع المعيار في صف المعايير وليس في صف أو، في صف المعايير. إذا عدد الأسهم أصغر من 190. and أكبر من 100. فنقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ أن السجلات التي حققت المعيارين معا، المعيار الأول والمعيار الثاني، هما سجلان فقط. لو أردنا تعديل صيغة السؤال، بدلا من ونكتب أو، فنرى كيف نقوم بتبديل أو تعديل هذا المعيار. نقوم بعرض الاستعلام بطريقة عرض التصميم لكي تظهر شبكة تصميم الاستعلام. فما علينا إلا أن نأتي إلى حقل عدد الأسهم والمعيار المكتوب في صف المعايير، نقوم بنقل هذا المعيار من صف المعايير إلى صف أو، ثم نقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ بأن عدد السجلات ازداد، أصبح 5 سجلات. لو أردنا مسح كافة المعايير من الاستعلام، نقوم بعرض الاستعلام بطريقة عرض التصميم، ثم نقوم بحذف المعيار من الراتب الشهري، نحدد المعيار ثم بزر ديليت من لوحة المفاتيح، ثم نقوم بحذف المعيار من حقل عدد الأسهم. فنلاحظ بأن المعايير قد حذفت. لنقوم بتشغيل الاستعلام لنرى النتائج. نلاحظ بأن الاستعلام ظهر بعدد من السجلات 8 سجلات. لو أردنا إضافة معيار إلى الاسم الأول، بحيث تظهر السجلات التي يبدأ الاسم الأول بحرف الخاء، نقوم بعرض تصميم في حقل الاسم الأول في صف المعايير، نكتب حرف الخاء مع نجمة ثم انتر، نعرض أو نشغل الاستعلام. نلاحظ بأن السجلات التي ظهرت فقط الاسم الأول الذي يبدأ بحرف الخاء.